المشروع بتاعي عبارة عن أكل سوشي، تمام؟ بيكون متوفر لكل الناس، تمام، اللي هي مش عارفة تروح أماكن مطاعم سوشي، طبعاً مطاعم غالية. أنا موفر لهم المنتج ده في بوكس، تمام، حامل بقدر أشيله وأتواجه بيه في أي مكان، أو عجلة بارتيشن مثلاً، تمام، بعرض عليه المنتج بتاعي. فكرة حلوة، لأن في ناس مثلاً تحبش تخش مطعم تاكل سوشي لأن مثلاً ممكن السعر يبقى غالي. أنا عايز أقول للشباب معنى صح إن أنت ما تيأس، حاول تنزل تجتهد، شغل أي حاجة.